وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى مش هيخذل هذا الجمع. كل اهل الدين في مصر اتحدوا على كلمة واحدة، كل الشرفاء في مصر اتحدوا على كلمة واحدة، لم يشذ عنا الا قلة من المنافقين. وانا مش عايزكم تزعلوا، يقول لك بعض قيادات حزب النور زي بعضه، كان في بعض الناس حول الرسول صلى الله عليه وسلم، حول الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يستمعون الى القرآن غضا طريا، كانوا يرون الوحي يتنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، شافوا الرسول بعينيهم، قعدوا قدام الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلموا، لكن ربنا سبحانه وتعالى طمس على بصائرهم وكانوا من المنافقين. فما تزعلوش ان كان في 4 أو 5 اسماء كنا نرجو لهم الخير، لكنهم ارتكسوا في النفاق وشغليني دلوقتي في الفتاوى الكاذبة. هو فين قيادات حزب النور اللي كانت لسانها صليط على الدكتور مرسي؟ كانوا بيتكلموا على الاخوانة، طب ما تكلمونا على علمنا. كانوا بيتكلموا عن بعض مظالم، كان بيقولوا لنا، بيكلمونا عن بعض مظالم، بعض مظالم حصلت في عصر الدكتور مرسي، وعرفنا دلوقتي انها كانت من وراه، وان الشرطة ما كانتش معاه، ولا القيادات العسكرية كانت معاه، ولا القضاء كان معاه، ولا دولة الفول كانت معاه. كانوا بيكلمونا عن بعض مظالم في عصر الدكتور مرسي. مفيش راجل في حزب النور يكلمنا عن مقتل 100 عند الحرس، مفيش راجل في قيادات حزب النور يغضب للنساء. النساء اشجع منكم، النساء مصر ارجل منكم. ما تزعلوش ان في منافقين، ما تزعلوش ان في منافقين. ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يختبر هذه الامة ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، اولئك هم الخاسرون. كلامنا مش مع المنافقين، كلامنا مع عامة المسلمين الطيبين ذوي القلوب والفطر السليمة. بنقول لهم